السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأتحدث كيف نقوم بتنشيط نبات النعناع إن كان النمو ضعيف أو هناك مرض ورقي أو فطري. ما سنقوم به هو التخلص بجميع أنواع الأغصان، ونقوم بقص الأغصان من الأسفل تماما كما هذه، لأني أصور سوف أقوم بقصها وأواصل التصوير. ونلاحظ قمت بقص جميع الأغصان، حتى هذه الأغصان سوف أقوم بقصها. هنا كمان المشكلة كانت عندي، هناك إصابة فطرية، هنا نلاحظ البق الدقيق هذا أو البقع البيضاء، فقمت بالتخلص من جميع الأغصان. إن كان هناك نموات صغيرة يمكن أن تدعها إن كان ليست في أي مرض. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية سأقوم بإزالة التربة فوق السطح فقط من السطح الرصيص، هذه التربة فقط الذي فوق قم بتبديلها، أي بأخذها وقم بإبعادها. شيلتها كاملة وإضافة تربة جديدة. سأقوم هنا بإضافة تربة جديدة على السطح. طبعا هذا ينطبق فقط إذا كنت زارع في أصيص. إن كنت زارع في المزرعة أو في الحديقة فلا داعي بأخذ التربة، فقط يجب التسميد، قصه ثم تسميده تماما. سنأتي إلى الخطوة الثالثة، التسميد، بعد أن أقوم بتفريغ التربة من السطح. طبعا نلاحظ هناك عيدان متيبسة، أقوم بقصها كهذه. بعد ذلك سأضيف تربة جديدة، طبعا هذا تربة جاهزة كومبوس. وإن كنت زارع بالحديقة فهناك طريقة أخرى، اللي هو سماد طبيعي، أي مخلفات حيواني. هذا سماد اشتريتها من محل أدوات التسميد، هو عبارة عن مخلفات حيوانات البقر، يعني طبعا محبط كما هو مكسر ومزقق، ليس له ريحة طبعا، وعندما تضعه على النبات حتى الغير الداخلي ليست له ريحة قوية كما تستخدم كما مخلفات الحيوانات التي تستخدمها مثلا من تستخدمها أو تحضرها من الإسطبل للحيوانات. إن توفر أن تضع كمية قليلة فوق سطح التربة. طبعا الأشخاص الزارعين في الحديقة المنزل أو العرض فلا داعي لشيء للتربة، فقط أضع السماد وهو أو سماد أي يحتوي على نيتروجين عالي، لأنه هذا هو يقوم بتخصيب النبات، بتخصيب الأرض، و يكون مجموع خضري ممتاز. بعد ذلك قمت بالري. طبعا الإصيص يجب أن يكون لديه منافذ للماء، بحيث أن الماء الزائد يقوم بالتصريف. هذا السماد الحيواني طبعا يجي قوي جدا، ولكن عندما تضع عليه الماء يتفكك ويصبح بعد السقي المرة الثانية يقوم بالتحلل أو المرة الأولى. بعد ذلك نضعه وننتظر ولا نجف من مرة لأخرى، نقوم بريه. إن كانت الأجواء باردة أو حارة مثلا عالية، درجة حرارة عالية، يقوم بتغطيته للمحافظة على الرطوبة، ولكن لأن الجو الآن معتدل ما يقارب 25 درجة مئوية، سأضعه فقط أتفاقد بين حين والآخر أتفاقد التربة. إذا جف سطح التربة أقوم بريه. نلاحظ النمو للماء الخضري ممتاز جدا، ونستمر على التسميد في السماد العضوي كما وضحت لكم. هنا هذه نفس الطريقة، الآن قمت بقصه
وتسميده وضع تربة جديدة فوق التخلص من السطح القديم التربة القديمة من السطح فقط. وهذه الطريقة يمكن أن تتكرر دائما عندما تلاحظ ضعف في النمو نبات النعناع. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.